طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الآن مقطع لخلق الله سبحان الله اللي تكفل بهذا التيس الصغير حتى في معيشته في مشيه، وكيف ابتكار التيس هذا في حيله يتدبر معيشته بعون الله لا إله إلا الله. نترككم مع المقطع بسم الله. روح فك يا محمد فك. خلاص قفل الباب. فكه غلط. لا ما ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نجد خلق الله انه لم يستكين للإعاقة التي ألمت به واعتمد على نفسه. انظر قدرة الله كيف ابتكار الحيل لإطعام نفسه. الآن تجده يطعم نفسه ولا عنده أي مشكلة. نهيك على بعض البشر اللي يستكين لبعض الأمور المشكلات البسيطة، هذا مشكلته معضلة، نصف جسمه معاق كما نلاحظ. نجد بكل أريحية يمشي. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.